لاش الحلوين ميال علي لاشو عاغف لي هيك طلعوا فيني وماشو لاشو الحلوين ميال علي لاشو عاغف لي هيك طلعوا فيني وماشو لباكون بحالي ويلي من حالي شو غباشو عيني شو غباشو شو غباشو عيني شو غباشو شو غباشو عيني شو غباشو شو غباشو شو غباشو ولاش الحلوين ميال علي لاشو عاغف لي هيك طلعوا فيني وماشو لاشو الحلوين ميال علي لاشو وعاغف لي هيك طلعوا فيني وماشو لباكون بحالي ويلي من حالي شو غباشو عيني شو غباشو شو غباشو عيني شو غباشو شو غباشو عيني شو غباشو شو غباشو شو غباشو مالو عالعين قالي ملو ما ملو عطاش العين يعلام الله لو ملو حواش قلوب العشاق ما خلو من كل حواكير المحاسن حواش حواش قلوب العشاق ما خلو من كل حواكير المحاسن حواش شو غباشو عيني شو غباشو شو غباشو عيني شو غباشو شو غباشو لك شو غباشو يا ويلي. مشاهدينا مثل ما شفتوا فقرتنا الأخيرة راح تكون مع الغناء مع الشباب اللي عم بيحبوا هذا الفن عم بيحبوا لون الغناء الشعبي ويقدموه يعني هيك ممكن عم يتفتحوا على هذا اللون لحتى ممكن يقدموه بسهراتهم بحفلاتهم الخاصة. مع اليوم توأم جميل شقيقين نديم ونسيم فرحان. صباح الخير نديم. صباح الخير نسيم. شو حلو أسماءكم نديم ونسيم يعني وتوأم جميل واتنيناتكم بتحبوا هذا اللون واليوم راح نتعرف عليكم ونتعرف على غنائكم وأيضا مع صديقهم عازف العود ربيع سعد اللي هو عم يدرس حاليا موسيقى وعم بيكمل درب مع هذا الفن اللي بيحبه. صباح الخير ربيع وأهلا وسهلا فيك أنت وهالآلة الجميلة آلة العود وحبكم للغناء نديم يعني شلون هيك تلمستوا انكم بالأخير حتى بتيناتكم ما شاء الله طلعتوا تحبوا الغناء وعندكم أصوات هلا رح نحكي عن مشروعكم الفني. هلا حاليا هي الموهبة يعني كل واحد الله بيبعث له شيء خاص فيه والله بعثنا هالصوت واستغلينا هالفرصة وتعلمنا رحنا معهد موسيقى عند الأستاذ محمد الأغا استوديو أورانو سجلنا عنده. هلا أنا ميولي بميل غيره. هلا أنا بعزف أورج وبغني كمان يعني بساعده لنسيم بس انتوا كأنكم يعني طالعين اليوم مقدمين نفسكم كثنائي كوبل يعني توأم عم تقدموا نفسكم مشينا الدرب مع بعض اللي هو بيساعدني انه ككورال مثلا انتوا مشيتوا الدرب من لما كنتوا ايوه مشينا الدرب ونكمل مع بعض الدرب سوا يعني ما بنتخلى عن بعض اكيد الله لا يفرقكم دائما مع بعض بس حتى
انه يعني طلعتوا الموهبه نفسها واللون عم بيقول انه انت بتفرق، يعني نفس اللون ولا انه المفروض هلا يعني انتم تكونوا يعني عم تتقنوا الغناء بشكل عام؟ هلا نحن عم نتقن الفلكلور الشعبي اللون الجبلي، يعني هو يعني الناس بتحبه، يعني بيدخل على قلب الناس، يعني بيعمل طابع. انه بتعرف هلا هلا كل العالم هلا هيك عم يعني تتابع 50% انه عم يرغبوا للفن، انه اكثر اللون الشعبي اكثر. نعم. شيء عم يرغبوا، خاصه لون الساحل يعني عم بيكون كثير فعلا حلو هيك ببساطه كلماته وشيء من الواقع ومن بيئتنا نفسها. نديم ونسيم انتم طلاب جامعه عم تدرسوا جغرافيا، كمان اثنيناتكم وتوأم حقيقي ويعني ومكملين الدرب بين دراستكم. يعني نحن عم ننسق بين الدراسة والغناء، يعني بحيث انه ما حدا ياخذ اكثر من الثاني. نعم. عم تعملوا حفلات او ممكن انتم وين تقدموا هالغناء؟ وين عم تقدموا؟ خاصة هلا بنعرف انه وقف كل يعني هيك هلا والله الكورونا الأماكن. شوي اثرت علينا بهالشهر اثرت، بس قبل الكورونا كنا نعمل اعراس حفلات عيد ميلاد، كنا نطلع حفلات عامة أحيانا إذا ما كان عندنا حفلات، يعني مثلا كنت أنا أتعهد له لأخوي حفلة بحي مكان يطلع هو يقدم برنامج وأنا أتعهد له. تمام. هيك وأنا يعني دخلتوا يعني هذا الجو دخلتوا فيه، يعني حتى بالجامعة يمكن حفلات جامعة كذا ممكن ننظم فعاليات بالجامعة. فعاليات يعني كنا ننظم فعاليات بالجامعة حتى بتشرين، وكمان جامعتنا نحن الأساس بحلب، يعني بنطلع على الامتحان بننظم بحلب وبننظم فعاليات كمان بجامعة تشرين وبيساعدونا انه جوا بالطلاب انه الاتحاد الطلبي، يعني هي الاتحاد الطلبي يعني هو اللي بتبنى الفعاليات الفنيه والموسيقيه عموما. ربيع انت صديقهم كعازف عود عم تدرس حاليا بمعهد الموسيقي. تعرفنا عن ربيع، عرفنا عنك وعن موهبتك واللي اخذتها انت كدراسه، هلا هي اصبحت خلص بدنا نقول مهنتك مشروعك بالحياه كموسيقى. هلا هو انا من صغري في شيء بخص الموسيقى، بس اي شيء ما بيتكمل لنجاح اذا ما كان في منهجيه في انه يتكمل دراسه اكاديمي. كان في فكره انه يكون بالمعهد العالي، بس حبيت انه هون ضل باللاطقيه، في جو بحبه انا هون باللاطقيه ونفسه تماما، يعني في نحن نتشابه بشغله، هو اللون الشعبي نحن بنحبه. هي رح اسال شو اللي جمعكم؟ اللون الشعبي، اللون الشعبي هذا هيك القعدات البساطه، بعدين يعني نحن قعداتنا هيك تعرفنا بعض على القعدات عود وغنى، بعدين صرنا نحضر شيء نغني هون كذا هون. وانت خيارك آلة العود يعني هيك لك في شيء محبة خاصة هيك للعود، حدا بيقول لك خلص بتصير الآلة الأثيرة يعني. ايه هلا انا عمر معك يعني لو عم تدرس موسيقى او آلات تانية بس بضل العود. وانا بعزف آلات تانية بس لا العود في له شيء ثاني، يعني حتى انا معهد موسيقى بيعلمونا آلات تانية، وانا قبل يعني انا بحاول بعزف ثلاث اربع آلات، بس لا انا العود يعني هو الآلة الأساسية اللي اخترتها تكون آلتك يعني حتى الاحترافية فيما بعد. سمعونا شيء من جوكم اللي انتم هيك تلتقوا عليه مع بعضكم، شو رح نسمع؟ تفضلوا. شلون انا ملل وانت على بالي وانت على بالي وانت على بالي وانت عزيز الروح ما بعدك غالي ما بعدك غالي ما بعدك غالي. وشلون انا ملل وانت على بالي وانت على بالي وانت على بالي مشتاقي لك مشتاق ما بعدك غالي ما بعدك غالي ما بعدك غالي. اشبر هتنام العين تحلم بضيوفك تحلم بضيوفك تحلم بضيوفك، بلكي بحلم يا هواي تيجي واشوفك
تيجي واشوفك تيجي واشوفك وشلون انا ملقيت وانت على بالي وانت على بالي وانت على بالي مشتاقي لك مشتاق ما بعدك غالي ما بعدك غالي ما بعدك غالي شعراتي رد على رادة ساوي شعراتي للغالي ما خادة ردي شعراتي رد على رادة ساوي شعراتي للغالي ما خادة بدهم ينطوني للي ما اريد لا الله يقبال ولا عابد وردي شعراتك رد على رادة ساوي شعراتك للغالي ما خاد للغالي ما خاد للغالي ما خاد الله يسلموا. يعني اليوم انتوا عم تقدموا نفسكم كتوأم، يعني اليوم هيك حلوة تجربة انه ثنائي قليل ما بنشوفها يعني كتير، بس انتوا يعني خلاص مع بعضكم، يعني ما ممكن انه مثلا ممكن انت تعمل اغاني خاصة ولا لا، خلاص عم تطرحوا نفسكم نديم وسلي ونسيم. يعني قلت لهم يعني طول ما مشينا بالدرب سوا رح نكمل سوا لحتى نوصل على شيء يرضينا ويرضي اللي بيحبنا ويلي عم يتابعنا. يعني مفكرين تكملوا بهالهوية اللي انتو ثنائي. يعني طبعا هلا عم تغنوا اغاني المعروفة المتعارف عليها لمطربين، ممكن بقى تبلشوا مشروع تكتبوا مثلا اغاني او يعني يكون في حدا تاخدوا اغنية خاصة؟ هلا اكيد ان شاء الله مع الايام اكيد بدنا نعمل انه مثلا غنية انه ترافقنا مع الايام والعالم كلها تسمع، بس هلا حاليا والله انه وضع البلد ما بيسمح. يعني لا حاليا هلا منيح مبدئيا ليتعرفوا الناس عليكم انتم تقدموا نفسكم، بس يعني اكيد لحاله بيجي المشروع بيتطور اكيد هلا مرحله مرحله نحن عم نطلع مثل ما بيقولوا درجه درجه. انتم مرحله التعريف يعني حقكم هذا يكون. الله يسلمك. ربيع يعني اذا يعني شاب عنده مثلا صوت حلو بده يصير مطرب او هلا مثل نسيم ونديم بده يلاقي رفيق بيعزف بده يلاقي يعني بيكونوا حالهم، كيف هيك بده تبدا هاي الانطلاقه انهم يلتقوا لا بقى يبدو مشروعهم الفني؟ هلا هي بتعتمد على انه يكون الكل في هيك هدف واحد او يكونوا كلياتهم انه ما يصير خلاف يعني نفس الحماس. اي تماما انه نحن مثلا نحن متفقين على شيء انه مثلا شفت انا لون الشباب يعني الفكر ان احنا ما لنا زمان نحن يعني فتره سنه يعني شفنا انه بقى نحن قاعده على قاعده، ففي شيء مثلا انه عندهم شيء حلو عندي انا نفس الافكار انه نحن نعمل شيء سوا واشتغلنا هيك على هذا المبدأ. ان شاء الله بالتوفيق. كمان انت بالمسرح لك علاقه كتمثيل، شو اشتغلت مسرح؟ مسرح مشاريع تخرج مع الاستاذ هاشم غزال ونضال عتيرة. تمام، يعني اهتمامك الفني هلا هو انا عم شوف حالي هنيك. ايه هي بتضل موهبه مع اني انا صحيح عم ادرسها بس ما بعرف لسه من وين، لانه انا في شيء انا هدفي يعني اسا ما بين الموسيقى. هو ما غلط انه الممثل يكون عنده درايه بالموسيقى، طبعا بفيده لقدام كثير شغلات، بس يعني كانه التمثيل هو مثل ما نقول فكرك اكثر يعني. ايه هو طبعاً. اللي هاشتك هلا يعني انا مثلا هاي انا دراستك بحياتي في مرحلتين واللي هي الموسيقى والتمثيل. انا شايف حالي اني بالتمثيل واصل لمرحله اجود. واشتغلت طبعا مسرح واشتغلت مسرح دراما سينما. برافو، ان شاء الله بالتوفيق. حلو كتير يعني ان احنا بنحب هيك شبابنا يعرفوا شو بدهم ويمشوا فيه ويطوروا حالهم يعني ويكون مثل ما قلنا هيك سير حياتهم. رح نسمع كمان شيء منكم. صبايا حد العين وحدي منهم محبوب لك هالغمزة تاع الميلين
الشعر وفرنوبي لك خمس صبايا حد العين وحدي منهم محبوبي لك هالغمسات عالميلين إما الشعر الخرنوبي لك ياه يا ويلي والله لا روح غروبي لك ياه يا ويلي والله لا شك شكتوبي ابوها شيخ العربان لابس مزويا سودا عيونه يا طلة نيسان يا محلى لون غدودا ابوها شيخ العربان لابس مزويا سودا عيونا يا طلة نيسان يا محلى لون خدودا لك ياه يا ويلي والله لا روح غروبي لك ياه يا ويلي والله لا شكشك يسلموا. يمكن لانكم اثنين اخذين هاي الطبقه هيك يعني ما عم تطلعوا طبقات عاليه لان صوتين يعني مثلا انتم متقصدين هالشيء ولا هيك انتم حابين هاي الطبقه؟ هلا فينا نطلع مثلا طبقه بس انه طبقه الهدى مثلا مثل الري مثلا طبقات بحس مثلا تنبخ لصوتنا اكثر على الهدى مثلا هاي الطبقه لا وقلت يمكن لانكم صوتين ما بتكون كثير شو رايك هيك فنيا وموسيقيا هلا هن فيهم يطلعوا بس هذا الصخب الزايد او ممكن هلا في مطربين بيعلوا فهن بيحطوا حالهم مواقف مهرجه انه ينجزوا انه يطلعوا غلط فلا انه روى وبحيث انه الواحد ما يطلع برا انه بضل ما يطلع برا ولانه الاثنين يعني بجوز صوت واحد ممكن فبصير تمام يعني بديه مثلا اثنين اذا واحد بيعرب زياده بيكسر ايقاع إيه؟ فلا هني أمور تمام حتى العرب أخذينا مع بعضهم يعني طيب بالنسبة للعود والعزف حابين نسمع منك مقطع سولو إذا بتريد نعم شي يا فيروز مثل ما بدك موسيقى شيء جميل يعني هيك بيخلينا دائما يعني دائما هي حاجة حتى حاجة نفسية أكيد الواحد يفرغ طاقة ما هيك بيفرغ طاقة فعلا هو بحاجة نحن هلا لواحد يفرغ طاقته لأنه بنضل تعرفي بأزمة الكورونا بيضل الواحد بالبيت ما بيطلع صح وهلا أنتم بهي حتى فترة الحجر قد ما أنا قعدتوا بالبيت وغنيتوا ما هيك بحاجة نحن لهي الطاقة اللي ممكن الفن يكون أحد سبل يعني تفريغة وتأطيرة بالشكل الجميل رح نسمع كمان شيء منكم نديم ونسيم الله وعيوني الله وعيونك الله وعيونك
والله الدنيا ما تسوى بدوني. الله وعيونك الله وعيوني والله الدنيا ما تسوى بدوني. سكنتك قلبي وشلون اخوني لو بيحاكوني غيرك مليون. الله وعيونك الله وعيوني والله الدنيا ما تسوى بدوني. يا طير الطاير يا طير الطاير سمرة والشقرة صاروا ضرايا. يا طير الطاير يا طير الطاير سمرة والشقر صاروا ضايايا. البقلة السمرة تربي قضايا في البقلة الشخرة قريح لي بعيونا. لك يما التنورة الحلوة اللماعة كافي عليا كافي دايعة. يما التنورة الحلوة اللماعة كافي علي كافي دلاعة. لك صلي بندهلك وعمري ساعة وين الحبايب ما يردونا. الله وعيونك الله وعيوني والله الدنيا ما تسوى بدوني. اسلموا يا شباب. طبعا انتم عم بتتابعوا تدريبكم عم بتتابعوا دراستكم كيف يعني بقى هون عم تشتغلوا غير انه انكم عم تاخذوا اغاني وتجتمعوا مثلا بقى كيف بدنا نشتغل بقى بشكل منهجي يعني؟ يعني هلا عم نشتغل بالحفلات وفي اساتذه كمان بتضل متابعتنا يعني وترشدنا انه انه على الصح والغلط مثلا. لحد هلا كمان نحن عم نتدرب اسا انه عم نطلع حفلات كمان يعني التدريب لازم واحد يضل عم يتدرب يعني ما يقطع التدريب. نعم التدريب الصوت يعني هاي أكيد. التقنيات يعني الواحد صح عنده موهبه بس بقى في بقى شغل كثير ليطورها اكيد يعني حتى الواحد تلاقي مطرب ومحترف بيقول لك لسه يعني لسه بده واحد يعني بيطلع حفلات وهيك بس بيتدرب. ليش؟ انه بحسن موسيقى موسيقى يعني مثلا هلا اعمارنا اعمارنا نحن مثلا الصوت اسا يعني كل ما كبر الواحد بيتغير بيخشى انه بيعرض صوته للواحد بيفرق يعني كل سنه بتفرق عن سنه الصوت لهيك يعني الواحد لازم دائما لازم يتم على تدريب. نعم تفضل نسيم شو كنت عم تقول؟ تفضل. انه الموسيقى هي مجال واسع يعني خد مو واحد تعلم اسا يعني بحس اسا بده تمام. انا هذا اللي بدي اقول له اياه لربيع. الموسيقى يعني الآلة الموسيقية لك قد ما بتعطيك تمام. يعني تترك الشهر بتحس حالك رجعت لياقتك قلت فبده يكون طالب دائم الواحد متمرن دائم لاي عمل هي دافع لانه لنجاحه لاستمرار يعني بيستمر لنفسه هي مراحل كل ما تدرب الواحد وسابر على نفسه بينجح اكثر. تمام بصير يعني هيك بشكل يعني انه الواحد لما بده يقول بده يصير يحترف بده يكون غير منقطع يعني ايه استمرارية. شوف انا ناس مثلا تدريب انه يعني انا عندي زملاء كثير على آلة العود كتار لا هي في مفاهيم احيانا تختلف من حدا للثاني انه لا انا مثلا ما بدي نوطه لا انا مثلا مدوزن عداني لا في انه في قواعد للمهنه او للموهبه لا التزم انت بتنجح بس اذا عم تجرب انت هيك على الفاضي فانه فيك انت توفر على نفسك امور موجوده قدامك. ايه وخاصه انه انتم كدراسه اول شيء بدكم تتعلموا المقطوعات الكلاسيكيه بتتعلموا مثل يعني بنعرف انه هاي اللونجايات وال في ايه حتى يعني على مستوى هون او الشرقي في مثلا مناهج كامله ايه فلا يعني صحيح انا مثلا هون مع الشباب ممكن لوني الشعبي بس لا نحن مثلا كمان مع حد نحن منهاجنا الموشحات شيء اكاديمي تماما. طبعا نقدر نسمع شيء من هيك الجو مثلا عم تقول عنه ما موشحات او شيء لونجايات شيء من المنهج يعني اللي بتدرسوه هيك اول غنية اخذتها بالمعهد نعم لاستاذ صباح فخري صحته وجده موشح. نعم.
شوي عن أحلامكم، طموحاتكم، آفاقكم، هيك شبابنا اللي مثل ما قلنا عم يدرسوا بينموا موهبتهم، هن بده يكونوا فاعلين بمجتمعهم، هيك شو تطلعاتكم نسيم؟ هلا نحن أنا تجاهي أنا وأخوي نديم هلا نتمنى إنه نكفي دراستنا أول شيء، إنه نتخرج من الجامعة، إنه هي صحينا للموسيقى إنه نحن بنحبها وكذا وعم نمارس فيها وعم نتعلم، بس إنه كمان دراسة مهمة يعني في بالحياة يعني بتحسيها للموسيقى إنه موهبة يعني، بس الدراسة كمان الشهادة إنه حلوة يكون مع واحد شهادة يكون متعلم وإنه يكون عم يمارس كمان شيء موهبة تانية مثلا أكيد. إنه ميوله لموهبة مثل الموسيقى مثلا، إنه يكون عنده موهبة غير دراسته إنه صحيح فضل. خاصة عم تدرسوا جغرافيا يعني كمان وقت الواحد مثلا بخل يعني على العالم أحيانا بتستغرب وقت بنقول لهم مثلا ندرس جغرافيا انه نطلع بحفلات وهيك بدنا نغني ونصير مطربين انه بيستغربوا كيف عم نلحق كيف عم نلحق انه بين نسخ بين الدراسه والموسيقى والفن. لا واحد بيلحق يعني بيقدر يعني انه موهبته ودراسته صارت يعني هي شغله ممكن وارده اليوم بزمن انه حدا يعرف يدير وقته بيقدر يعني صرته اكيد. بنتمنى لكم كل التوفيق وهيك سلام. اليوم اطلاله اولى هيك تعرفنا عليكم وان شاء الله هيك تكفوا المشوار ان شاء الله وبتنجحوا وبيصير لكم جمهور يعني هذا هو هدف يعني اليوم اي شاب بده يطلع يغني انه هو اهم شيء انه يكون عنده جمهور اذا طلع غنى ينحب اكيد فيعني كمان نحن بيسعدنا نكون انطلاقه اولى يعني كمان هيك عبر شاشتنا المحليه وشاشه الاذاعه تشرف فيك مدام لوبا تسلموا اهلا وسهلا فيكم رح تختموا قلتوا لي وطني تحيه لسوريا نسمعها حيو سوريا نعم نختم وانا خلوني اختم كمان مع مشاهدينا يعني اليوم كنا معكم دائما كما هي العاده مع مواهبنا مع باقاتنا الابداعيه الفنيه الموسيقيه اللي هي موجوده بمجتمعنا وبيسعدنا دائما انه نحن نقدمها عبر صباحاتنا صباحات اوغريت صباحات اللاذقيه. شكرا لمتابعتكم ومتابعه اطيب مع بقيه برامجنا الى اللقاء وبتشكر طبعا نديم ونسيم فرحان وربيع اسعد اللي كانوا معنا اليوم اللي رح يختموا بتحيه الى سوريا. سوري لك سوري ولسه ما علت سوري سوري يا نفس على الخوان سوري لك سوري وبفتخر اني لك سوري وبفتخر اني لك سوري سوري انا سوري وقاعده بالشارع العرايا يا يا بني على الشاشة وياح ترابك سوريا تنفتى بروياح ورواح يا بني على الشاشة وياح ترابك سوريا تنفتى بروياح يا بني تنشر سوريا شوية أعادي يتأمروا علي يا حيف يا بني تنشر سوريا شوية أعادي يتأمروا علي ورواح يا بني على الجيش وياح ترابك سوريا تنفدى بروياح وعتابة قبل ما نبتدي بقوف وعتابة سوريا لسه ما رفعنا عتابة
لك سوريا عاتبت مصعب والله سوريا عاتبت مصعب لك عتابه عتابه يا ويل ما بيحسن الحسايب وعلى دلعونا وعلى دلعونا بي بي الغرب الوطن حانونا لك على دلعونا وعلى دلعونا لك بي بي الغرب الوطن حانونا بتياب مدفن خلوني غافي وعكتاب فاقي سفوني داب آخر وصية بعد عشفافي يا ابن سوريا وبروحك صونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا بي بي الغرب الوطن حانونا لك بي بي الغرب الوطن